النهارده مصنع قادر عامل مفاجاه معرض ترانزمير، العربيه الجوكر، عربيه تقدر تبقى عربيه جولف او اسعاف او مطافي. عرفينا على العربية دي. هي عربية جولف تقدر تبقى أوف رود أو أون رود، علشان تقدر الأوف رود تقدر تمشي في المواقع أو طرق غير ممهدة. سرعتها 25 كيلومتر في الساعة، البطارية بتاعتها تقدر تتشحن لمدة 6 ساعات، تقدر تمشي 90 كيلومتر، وتقدر البطارية تبقى 48 فولت. وأقدر أجهزها إن هي تبقى مطافي أو إسعاف. المطافي إن أنا أقدر أعمل عليها تانك خاص من الستانلس، يقدر يستوعب 800 لتر من المية. تقدر برضو ان انا اقدر اجهزها سائل رغوي او فوم على حسب الطلب المكان اللي هتبقى فيه، سواء ان هي تبقى في مخازن او ان هي تبقى في اماكن ان انا محتاجة نوع معين من الاطفاء. وبالنسبة لتجهيزات عربية الاسعاف بتكون ازاي؟ تجهيزات عربية الإسعاف، التجهيزات العادية يعني في اسطوانة أكسجين، في مثلا نقالة، في مثلا جهاز ضغط، جهاز ضربات قلب، كل التجهيزات دي ممكن نوفرها حسب طلبات العملاء طبعا. ودي تستخدم فين؟ الإسعاف دي ممكن تستخدم في الملاعب الرياضية طبعا، لأنها بتخش بشكل سريع عشان تتدخل سريعا انها تنقذ الرياضيين لو في حصل إصابة او حاجة. يعني دي زي العربية اللي بنشوفها في ماتشات الكورة، بس بتكون بسرعة كده. اكبر وكمان بسرعة مصنعة اكبر وبتدخل سريعا لانها خفيفة جدا يعني. طب وأداء العربية دي هل جربتوه؟ وأداؤه عامل ازاي مقارنة بالعربيات اللي بيتم استيرادها؟ هي طبعا بتستخدم بكفاءة عالية جدا في الملاعب الرياضية، وعشان هي خفيفة وسريعة 25 كيلومتر في الساعة، يعني سرعة مش بطيئة، يعني انها تقدر تخش في اي مكان بشكل سريع. سعرها مقارنة بالعربيات المستوردة تقريبا كام في المية؟ تقريبا 60% من سعر العربيات المستوردة. المستورد. والكفاءة بنفس الكفاءة؟ كفائتها عالية جدا وبتستخدم ومطلوبة عليها طلب جامد جدا في المصنع، من مصنع قادر، وجهات كتيرة جدا وردناها ليها، والملاعب الرياضية بتستخدمها بكفاءة عالية جدا وما فيش أي شكاوى منها. عايز أسألك، المكون المحلي قد إيه تقريبا من العربية اللي أنتوا بتنتجوها؟ العربية بالكامل تصنيع محلي 100%، وبنقدر إحنا كهيئة العربية التصنيع تمتلك 14 مصنع، نقدر نساعد بعض إن إحنا نوفر كل جزء فيها، وإحنا كمصانع مشتركة أي جزء بيتعمل في مصنع عن التاني نقدر ناخده من المصنع ده، علشان اعلي نسبة التصنيع المحلي اقدر اوصل بيها 100%. سعرها بيبتدي من كام؟ سعر العربية الجولف بيبتدي من 370، ولكن العربيات المجهزة سواء الاسعاف او الاطفاء فاحنا بنقدر نحدد بناء على التجهيزة المطلوبة، لان التجهيزات بتختلف من عميل للتاني من نادي للاخر. طبعا العربية الجوكر هي احدث انتاجات مصنع قادر، لكن مصنع قادر بينتج منتجات كتيرة مطلوبة جدا في السوق. ممكن تعرفين عن أهم منتجات مصنع قادر؟ مصنع قادر للصناعات المتطورة هو من أقدم المصانع في مصر، هو أنشئ عام 1949 وانضم للهيئة العربية للتصنيع سنة 75، وكان إنتاج العربية المدرعة فهد كان عن طريق مصنع قادر في سنة 75، وبدأ المصنع يطور إنتاج العربية الفهد من الشاسيه الألماني لحد الشاسيه التشيكي. ومصنع قادر متخصص في توريد العربية دي إدارة المركبات والشرطة والكثير من الجهات، وقمنا كمان بالتصدير لدول إفريقية. كمان مصنع قادر متخصص أيضا في إنتاج عربات الإطفاء الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وتم توريدها إلى جهات مدنية كثيرة جدا داخل مصر، معتمد الحماية المدنية لهذه العربة. بالإضافة لكده مصنع قادر أنتج برضو عربة لنقل الأموال لشركات نقل الأموال، وعربات مجهزة ATM للبنك الأهلي وبنك قناة السويس، وعربات مجهزة لأنها تخدم مصالح حكومية زي السجل المدني مثلا. طبعا ده شيء يسعدنا جدا أن نشوف عربيات بمكون محلي وصل لمية في المية في بعض المنتجات. مصنع قادر مش بس بيوفر المنتج، ولكن يقدر أيضا هو يوفر الصيانة وقطع غيار بشكل سريع جدا لأي عربية يتم إنتاجها داخل المصنع. ابتديتوا تسويق العربية الجوكر؟ بالظبط كده، ابتدينا تسويق. إن احنا مين التارجت كلاينت عندكم أو العميل المستهدف؟ التارجت كلاينت بتاعنا او الكونسيومر بتاعنا ان هو بيقدر ياخدها النوادي، المستشفيات، المولات، الكومباوندز، المطورين، وكل المطورين اللي شغالين في مجال العقارات، علشان هي نازله بخاصيه الاوف رود.